السلام عليكم ورحمة الله. أول محافظة عراقية تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني للعام الدراسي 22-23 هي محافظة واسط. المديرية العامة لتربية واسط تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الثاني للعام الدراسي 22-23، وهذا الرابط راح أنزل الرابط بالوصف وأول تعليق. طبعا هاي أول محافظة، اليوم انتهت امتحانات السادس الابتدائي وهسه نزلت رابط النتائج، يعني نقول أول محافظة. مثل ما قلت لكم اليوم لما نزلت خبر قلت لكم أي محافظة أو أي مديرية تصحح النتائج راح تنزلها لكم، كل مديرية أو كل محافظة برابط، يعني كل واحد برابط. فقلنا محافظة واسط هي أول محافظة صححت النتائج وأعلنت نتائج السادس الابتدائي.